أولاً بابيت ما تزوجش فقط نسمع أولاد يعني الخارج بارك ما يبوسوكم مش ناسوا عن أخوكم بزاف هو خاهم يجي وقولوا لهم الله يجازيكم بخير بابلم زرع حنا بعدنا تساوفنا باقي انت كاينه؟ اه واش عليك شد عليك شد عليك شد عليك وصافي واخا تخلي واخا تخلي صافي شد عليك يخلي هو راه عمو؟ بارك الله على البطل هذا بزاف هذا البطل البطل هذا البطل جيت في الاول مسخسخ مريض مهلوك دابا الله مالك الحمد كنحس براسي مدخن مع راسي الحمد لله اديت في الكراج دابا الله مالك الحمد دابا كنحس براسي مزيان الله مالك الحمد كنت جيت مهلوك دابا الله مالك الحمد الحمد اديت في الكراج واديت مع العائله ديالي دابا ما عارفش دابا واش في الكراج ولا على برا ما عارفش فين اديت ما عارفش ودابا الله مالك الحمد دابا كنحس براسي مزيان الله مالك الحمد انتم وشكرا وقفتم معنا الله يرحم والديكم والطوبه كلشي سمحوا لنا الله يرحم والديكم فاش هذا انا هذيك الرساله للمغاربه يرسلوا حجر الصحي وقصوا في دارهم وما يدخلوا يخرجوا شي ماي هذو شي ولادهم هذا التليفون هذا التليفون تنجدوا الفرحه بخروج تقريبا اخر المصابين بداء كورونا 19 في هذا الاوتيل كانوا تقريبا 220 ديال المصابين اللي دازوا في هذا الاوتيل اهلا الحمد لله كلهم كانوا مستقرين على حالتهم الصحيه مستقره جدا اننا ما حولناش للمستشفى اكثر من جوج او ثلاثه حالات الحمد لله اليوم هما خرجوا يلتحقوا بولادهم في هذا العيد ويكملوا فرحه العيد مع عائلتهم هذا انتصار لاصحاب الوزاره البيضاء الحمد لله اللي كانوا واقفين مجندين من بدايه هذا الوباء وبرهنوا على الخصال الحميده ديالهم ووقفوا مع الامه المغربيه تنشكرهم من هذا المنبر وكنشكر بالخصوص اخواني وزملائي وزميلاتي ديال اطباء القطاع الحر اللي ساهموا بوقتهم ومالهم وبمجهودهم في انجاح هذه العمليه وكنشكروا السيد الولي والسيده المديره اللي تحتنا هذه الفرصه باش نتحنا نديروا اللبنه ديالنا في هذا البناء ديال هذا المغرب الجديد ديال الكورونا اللي من بعد كورونا ان شاء الله وباننا جنود مجندين القطاع الخاص مع المغاربه في اي محن في محنه واللي هلا ورينا شي محنه في المستقبل ولكن نكونوا حاضرين باذن الله وشكرا. مبروك عليهم مبروك عليهم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.